أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. تظاهر عدد من أهالي مدن المنطقة الغربية بميدان الشهداء في طرابلس الاثنين تنديدا بالحرب على المدينة درنا. المتظاهرون رفعوا لافتات منددة بهجوم ميليشيات الكرامة المدعوم من مصر والإمارات وفرنسا على المدينة، كما نددوا بتخاذل المجلس الرئاسي المقترح تجاه ما تتعرض له المدينة. أكد رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام صديق الصور صدور قرار الإفراج عن عدد من شخصيات النظام السابق. الصور في تصريح خاص للعربي الجديد الاثنين قال أن من أبرز الشخصيات مسؤول الأمن الخارجي أبو زيد دوردة وضابط الشؤون الإدارية بإدارة الاستخبارات العسكرية عبد الحميد عمار وحيدة، بالإضافة إلى معاون رئيس أركان الدفاع الجوي لشؤون الطيران عبد الكريم الكديكي. دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى استخدام كل السبل لتنفيذ التعهدات التي قطعها الفرقاء الليبيين خلال اجتماعهم بباريس في مايو الماضي. وقال لودريان خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التشادي محمد زين شريف السبت في العاصمة التشادية أنجامينا أن اجتماع باريس بشأن ليبيا كان محطة هامة، لأن هناك تعهدات قطعها الأطراف من بينها جدول زمني حدد فيه موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 10 ديسمبر المقبل. أنقذت دورية التابعة للقطاع الأوسط لحرس السواحل اليوم 180 مهاجرا غير شرعي شمال منطقة العلوس بمسلاتة. وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية للقوات البحرية الليبية على صفحته الرسمية أن المهاجرين غير شرعيين جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية بمركز إيواء السوق الخميس. وأضاف المكتب أن من بين المهاجرين 12 طفلا و31 امرأة من جنسيات أفريقية مختلفة كانوا على متن قارب مطاطي. نهاية الموجز، إلى اللقاء. رمضان.